البيان التأسيسي لجبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات انطلاقا من مسؤوليتنا تجاه الوطن والقارئ ورسالة مهنة الصحافة. اجتمع الصحفيون المصريون الموقعون على هذا البيان وبيان رفض بيان رؤساء التحرير لإعلان تأسيس جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات. يأتي قرار تشكيل الجبهة في ظل ظروف تكاد تكون الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الصحافة المصرية، إذ اجتمع عليها عدوان السلطة التنفيذية واستبدادها وعنف جماعات الإرهاب وتهديداتها وسعي جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها لفرض سياسة الأرض المحروقة فضلاً عن أخطار العمل الميداني بعد ثورة 25 يناير 30 يونيو التي أسفرت عن استشهاد 11 زميلاً وزميلة وإصابة واعتقال العشرات. واكتملت دائرة الاستهداف في الفترة الماضية بمحاولات فرض الرقابة الذاتية والتنازل الطوعي عن حريات الصحافة وحظر انتقاد السلطة التنفيذية، وهي المحاولات التي بدت بوضوح في بياني كل من رؤساء التحرير وغلفة صناعة الإعلام بدعوى مواجهة الإرهاب الذي لم تتأخر الصحافة المصرية يوما عن صدارة الصفوف في المعركة ضده كما خاضت من قبل كل معارك الوطن. تتصدى الجبهة للهجمة على الحريات العامة في لهذه الأسباب قرر المؤسسون بدء عمل الجبهة فورا لمواجهة التحديات العاجلة مع السير في إجراءات تأسيس شعبة داخل النقابة لتمارس عملها تحت مظلة بيت الصحفيين الواسع، ويتكامل جهدها مع دور مختلف المبادرات النقابية والكيانات المهنية الجادة. وحددت الجبهة لنفسها محاور العمل التالية: 1- تشكيل حائط دفاع مهني ضد الهجمات على حريات الصحافة انطلاقا من بيان رؤساء التحرير والذي أعلنت الجبهة رفضه منذ لحظته الأولى، ومحاولات التضييق على استقلال الصحافة سواء تلك التي تتورط فيها السلطة التنفيذية أو التي يتبرع بها المفرطون المحسوبون على المهنة خوفا أو طمعا. 2- مواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في عملهم الميداني والعمل على ضمان سلامتهم وتسهيل أداء مهمتهم واحترام دورهم من جميع الجهات الرسمية وأطراف الصراعات السياسية بالتوازي مع العمل على محاسبة المسؤولين عن قتل شهداء المهنة وإطراق سراح الزملاء المعتقلين وتعويضهم. 3- التصدي لممارسات الفصل الجماعي والتعسفي للصحفيين ووقف انتقاص حقوقهم الأدبية والمادية في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة. 4- الاشتراك كجماعة في عملية صياغة التشريعات الصحفية الجديدة وتنقية القوانين المصرية من العقوبات السالبة للحريات وتغيير قانون نقابة الصحفيين بما يضمن حقوق أكبر لممارسي المهنة ودور أكبر للنقابة في الدفاع عن أعضائها وإصدار القوانين المكملة لمواد الدستور فيما يتعلق بحرية الصحافة وإنشاء الأجهزة المستقلة المنوط بها تنظيم الإعلام ومعالجة أزماته وضمان الحق في تداول المعلومات. تشكيل لجان لمتابعة أوضاع الزملاء المحبوسين والتواصل مع كافة الكيانات للوصول لأفضل مشاريع القوانين حول حرية الصحافة والصحفيين. إعادة الاعتبار للهوية الصحفية الممثلة في بطاقة ممارسة المهنة باعتبارها الوثيقة الوحيدة اللازمة لتسهيل عمل الصحفي، وإنهاء اضطرار الصحفيين للحصول على أي وثائق أخرى من أي جهة أخرى خارج المؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين. تتصدى الجبهة للهجمة على الحريات العامة في مصر وتعتبر نفسها واحدة من حراس هذه الحريات باعتباره دورا أصيلا وواجب يحرص عليه كل صحفي مهني حر، وتعتبر الجبهة نفسها في حالة انعقاد مستمر لمواجهة كافة المستجدات والتحديات. ويتعهد الموقعون على هذا البيان ببذل كل جهد لضمان حقوق الصحفيين في بيئة عمل آمنة وحرة وأجر عادل، والتصدي لكل محاولات الانتقاص أو النيل من حرية الصحافة سواء من السلطة التنفيذية وأتباعها أو أي جهة أخرى، ضمانا لحق القارئ في المعرفة وحق الوطن في صحافة حرة تتصدى للإرهاب كما تتصدى للاستبداد.